بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض يا جماعة النهاردة إن شاء الله الترانسفورميت بوتون. عبارة عن زرار بتدوس عليه بيتحول لعلامة غلط. الزرار ده بيكون عبارة عن 3 بار تحت بعض اللي احنا بنشوفه في المينيو بتاعت البوت ستراب وفي الكلام ده كله. هنبدأ مع بعض على طول ونعمل الزرار بتاعنا عبارة عن سبان أو بوتون أو أي عنصر اللي أنت تحبه، وجواه 3 بار اللي هيعملوا لنا الشكل بتاعنا. هناخد الأول بوتون ده ونيجي في الستايل ونديله الخواص اللي احنا محتاجينها. الويتس بتاعه 30 بكسل، الهايت ممكن نخليه 40 شوية عشان البارز تاخد راحتها. الديسبلاي هيكون انلاين بلوك علشان ياخد الخواص بتاعة الانلاين بلوك. بعد كده الماوس بتاعتنا تبقى بوينتر عشان تعرف ان انت تقدر تدوس عليه، والحد هنا تمام. ونيجي بعد كده للبارز اللي جوه نفسها. البار ده هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن بس ديف صغير كده او سبان صغيرة ليها باك جراوند، فالتلاتة تحت بعض يعملوا لك شكل المنيو اللي انت عارفه. فهاجي عند البار واقول له الويتس اول حاجة 100% هيملى الكونتينر الاب. الهايت اتس اب تو يو، ممكن 3 بكسل ممكن 4 بكسل زي ما تحب. الديسبلاي هيكون بلوك عشان ياخد خواص البلوك. الباك جراوند كلر نفس القصة، تقدر تحط اي لون يعجبك. بعد كده فاضل ان هما ما يبقوش لازقين في بعض، فاقول له مارجن فوق 0، على اليمين 0، من تحت 5 بكسل على سبيل المثال. ده شكل المنيو بتاعنا زي ما انتم شايفين، والكارزر انا ما حطيته على السبان اللي بره، فبقى لو جيت في المساحه البيضاء اللي في النص فبيظهر ان هو كليكابل. هو ده اللي يهمك عشان ما تحطش هنا في البار نفسه، لو حطيت البوينتر هتلاقي نفسك في العلامه او في الحته البيضاء دي الماوس اتحولت للديفولت. طيب بعد كده هنبدا اللعب كله فين؟ ان انا عايز ادوس على الزرار ده يحط لي عليه كلاس اللي اسمه ترانسفورمد، وبناء عليه البارز دي تتحول شكلها. طيب تمام، هندخل على ملف المين، تقدر تعمله بالجي كويري، تقدر تعمله باي حاجه انت تشتغل عليها جافا سكريبت، مفيش مشكله. هقول له عند الكليك على البوتوم بتاعنا اون كليك فانكشن، هخليه يعمل توجل للكلاس اسمه مثلا ترانسفورمد على سبيل المثال. فلما اجي ادوس على السبان بتاعتي بتحط لي كلاس اسمه ترانسفورم، تعمل له توجل، مره تشيله مره تحطه وهكذا. همسك بقى الكلاس ده عشان هو ده اللي انا هتعامل معاه عشان اعمل الشغل بتاعي كله. انا عندي 3 بار، كل واحد فيهم هيكون ليه بيهيفير مختلف. فهنشوف اول واحد هيكون هو الفيرست تشايلد، عايز تسميهم 1 و 2 و 3 زي ما تحب مفيش مشكله خالص. عندي first child وعندي nth child 2 اللي هو تاني عنصر، وعندي last child اللي هو اخر واحد. اول واحد هنعمل فيه ايه؟ اول واحد هنعمل فيه خاصية الترانسفورم، وهنقول له rotate سالب 40 او سالب 45 ديجري. التاني عكسه تماما خالص، بدل سالب 45 هيبقى 45 بس. ده هيلف وده هيلف، هنشوف الروتيت دلوقتي ونمشي خطوة خطوة عشان نعرف ايه اللي بيحصل. لما ادوس هنا زي ما انتم شايفين عمل ايه. خلينا نيجي هنا نقول له مارجن مثلا 20 بكسل، خليه يبعد بس عن الشاشة عشان نقدر نشوف ايه اللي بيحصل بالشكل ده. تمام، اول حاجة لازم ما ننساهاش الترانزيشن، عشان الانتقال يكون ناعم ما يكونش زي ما حصل دلوقتي كده. تمام، زي ما انتم شايفين ممكن مثلا نخليها 5 أو 6، يعني ما تحاول ما تبقاش بطيئة كده. تمام، يمكن 5 كويس. حلو، أول حاجة الأولاني مشي اتعمل روتيت والتاني عكسه، فاضل اللي في النص. اللي في النص هنخليه الأوباسيتي بتاعته تبقى 0 عشان يختفي، احنا مش محتاجينه، فهيحصل كالتالي: الاتنين دخلوا في بعض واللي في النص اختفى. ندخل بقى على الترانسليت، هنحرك العنصر، يعني هنحرك اللي هو الفيرست تشايلد البار الاولاني وهو بيعمل روتيت، هنحركه بحيث يدخلوا في بعض ويعملوا علامه غلط. ترانسليت هنقول له مثلا سالب 8 بكسل وبعدين 6 بكسل او 8 بكسل مثلا، سالب 8 وبعديها 8، ونفس القصه هنا ترانسليت برضو نفس الموضوع، سالب 8 بكسل وسالب 8 بكسل. هتشوف اللي بيحصل هنا، اتعملت علامة غلط، بس طبعا داخلين في بعض بشكل صعب شوية. كل الكلام ده كله تقدر تظبطه من هنا من ترانسليت، ان انت تحرك العنصر بشكل سليم لحد ما يعمل لك علامة الغلط. علشان انا مطولش وقت الفيديو، انا اديت لك الفكرة وهقول لك ازاي حتى تعدلها من هنا.
تقدر بسهولة من هنا ان انت تحرك العنصر لحد ما توصل لعلامة الغلط اللي انت عايزها. يعني ده سالب 6، وهنا مثلا زي ما انت شايف كده ممكن اوصل لعلامة الغلط بسهولة، سالب 6 سالب 6 مثلا. ممكن احرك التاني هو اللي يحصل فيه كده حيث اوصل للي انا عايزه بالظبط زي ما انت شايف. عفوا انا عملت سالب 6 بالشكل ده، سالب 6 و6. طبعا تقدر تعمل زوم رهيب وتخلي الحاجة دي في وشك كده مالية الشاشة، وتبدأ بالترانسليت وتحريك العناصر ان انت توصلها لعلامة غلط شكلها جميل جدا. ويعني دي مقبولة مفيهاش مشكلة، نلاحظ انا عامل زوم فول زوم مفروض ان هي كده. وترانسفورم هو ده المطلوب منك تتعلمه مع الترانزيشن مع الترانسليت، ان انت ازاي تحول ايكون من شكل لشكل تاني. هو ده بس المطلوب منك في الدرس، مش مطلوب منك التطبيق ده بالذات، او مش مطلوب منك تعمل نفس الحركة دي. المطلوب تتدرب على الترانسفورم حاجتين مع بعض، ازاي احول ايكون من مكان لمكان، وازاي البارز اقسم العناصر واخلي عنصر فيهم مثلا امتى يختفي، واحد يظهر، واحد يتنقل، واحد يروح الاتجاه العكسي، عشان توصل انت تعمل انيميشن اللي في دماغك. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.